بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 2 في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2، والشابتر ده زي ما احنا قلنا هو بعنوان تصميم القواعد المنفصلة بس سبجكتد للإكسنتريك فورس، أو لو في عندي مومنت. وخدنا أول نوع اللي هو المومنت اللي فيه one direction، عرفنا ازاي بيجي المومنت الone direction على القاعدة، وخدنا خطوات في التصميم، خدنا خطوتين في part 2، والنهاردة part 3 تكملة للتصميم بتاعنا. لو تفتكر في الجزء السابق اتكلمنا ان احنا صممنا القاعدة بتاعتنا على اساس ان سمك الخرسانة العادية ديت اقل من 20 سنتي. طب لو كان السمك كان اكبر من 20 سنتي هيفرق في ايه؟ طالما وصلنا ان سمك الخرسانة العادية اكبر من 20 سنتي، ده معناه ان الخرسانة العادية ديت هتخش معانا في التصميم بتاعنا. يعني لو عندي ستريسز تحت هنا كده، في الحالة اللي فاتت كان الستريسز بيروح للخرسانة المسلحة مباشرة، لكن في الحالة ديت هيروح للخرسانة العادية وبعدين يبتدي يتوزع تاني للخرسانة المسلحة. فيبقى الخطوات بتاعتنا نفس الخطوات اللي احنا قلناها، او الخطوة التانية اللي بنتكلم عليها. هنجيب الاريا، بس الاريا المرة دي هتبقى للبلين كونكريت وليست للرينفورسي كونكريت، عبارة عن البي وركينج على الكيو نت اللاول، حيث البي وركينج اللي هي البي ديد زائد البي لايف او البي كولوم كلها. الاريا ديت بتساوي بي كولوم في ال، او البي بتاعة البلين كونكريت في ال بتاعة البلين كونكريت، وليست البي بتاعة الرينفورسي كونكريت. يعني انا عندي هنا ديت ال بتاعة الايه البلين كونكريت، وهنا البي بتاعت البلين كونكريت. طبعا دي معادلة واحدة في مجهولين اللي هي البي والال. عشان نجيب المعادلة التانية زي ما قلنا في الجزء السابق، هنقول ان نسبة الطول ده على الطول ده هنخليها بنسبة طول العمود اللي هي ال كولوم على البي كولوم. او افرض ان ال بتاعت البلين كونكريت دي بتساوي من 1.25 ل1.5 في البي بتاعت البلين كونكريت. بقى عندي معادلتين في مجهولين اللي هي ال والبي، اقدر اطلع قيمة ال والبي. طبعا القيمه اللي هتطلع لي هتكون غير مقربه، فنبتدي نقربها لاقرب 5 سنتي بالزياده. وقلنا المره اللي فاتت معنا ايه 5 سنتي بالزياده، يعني 1.51 لو طلعت الطول بتاعي كده. ما اقولش ان انا اقربها لتبقى 1.5، ده غلط. امال اقربها لاقرب 5 سنتي بالزياده، يعني 1.55، بحيث ان انا لما اجيب الاستريسز بعد كده تكون مالها تكون اقل من الاستريسز اللي عندي. طيب كده انا جبت الاريا او الدايمنشنز بتاعه البلين كونكريت. طب لو عايز اجيب الدايمنشنز بقى بتاعه الرينفورس الكونكريت، لازم اطرح منهم اتنين في السمك ده، الحته دي اللي هم بيسموها السي بي سي او السي بتاعه البلين كونكريت. طبعا السي بي سي دي لو تلاحظ ان انا عندي ستريسز هنا، فهتجيب لي مومنت كانها كانتليفر في بالشكل ده، فنتيجه المومنت ده هيبقى فيه تنشن وفيه كومبريشن. فلازم بناء على التنشن والكومبريشن اللي قدامي دوت، التنشن والكمبريشن او التنشن اللي تقدر تشيله الخرسانه، اطلع السمك ده ازاي. هقول ان السي بي سي بتساوي التي بي سي او السمك بتاع الخرسانه العاديه في جذر 1.33 على الكيو نت الاول. من هنا اقدر اطلع قيمه السي بي سي. طب لو عايز بقى اجيب ال بتاعه الرينفورس الكونكريت، ما هي الا تعويض مباشر، ال بتاعه البلين كونكريت ناقص 2 في السي بي سي، ونفس الكلام في البي ار سي بتساوي البي بي سي ناقص 2 سي بي سي. طيب جبت كده الدايمنشن، عايز اطمن بقى على الاستريسز. يبقى الخطوه الثالثه هطمن على الاستريسز تحت القاعده. اتفقنا ان العمود مش هيبقى في النص، فالاستريسز هيبقى يونيفورم بالشكل اللي انت شايفه ده. بس خلي بالك لو سمك الخرسانه العاديه اقل من 20، يبقى انت هتجيب السيجما نت او الاستريسز تحت عباره عن البي وركينج على بي ار سي في ال ار سي، ودي اللي شايك عليها لازم تكون اقل من الكيونت الاول بتاعت السويل، عشان الكلام ده تحت السويل مباشره. ولو عايز اجيب الاف يو ان او الالتيميت ستريسز عشان ابتدي اصمم بعد كده الخطوات اللي جايه، يا اما 1.5 في السيجما نت، او ممكن اقول ان بتساوي البي التيميت بس على كام؟ على البي بتاعت الار سي في ال بتاع الار سي. الكلام ده لو سمك الخرسانه العاديه ماله كان اقل من 20، اما لو كان اكبر من 20 لا، الاستريسز لازم تشيك على اثنين ستريسز. هتجيب الاول الاستريسز اللي هو تحت الخرسانه العاديه، وده تقارنه بالكيونت الاول، يبقى السيجما نت عباره عن البي وركينج على ال بتاع البلين كونكريت في مين؟ في البي بتاعت مين؟
البلين كونكريت، ودي اللي تبقى اقل من مين؟ من الكيونت الاو. اما الاستريسز بقى تحت الخرسانه المسلحه اللي هنا، اللي هي ممكن اقول بي وركينج على او البي التيميت على ال ار سي في البي ار سي، اجيب الاستريسز التيميت. لو عايز اجيب الاستريسز وركينج اقارنه بمقاومه الخرسانه هنا للتحمل، اللي هي تقريبا بتبقى 40 طن على المتر سكوير، فلازم الاف يو ان دي تكون اقل من 40 طن على المتر سكوير. طالما انت جبت الاستريسز تحت الخرسانه المسلحه، نقدر نبتدي نصمم الخطوات بتاعتنا اللي احنا عارفينها قبل كده. كده الجزء الثالث خلص، ونبتدي نتابع الجزء الرابع. شكرا.